المشاهدين اللقطات الحاسمة. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. أهلا 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 وسهلا، شايب خلف وشايب خلف وشايب خلف. منافس لسلمان، جينا نخطب بنتك ميان. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى أحلى. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ونستكمل معاكم حلقة جديدة من حلقات أحلى الذكريات. بالأمس في الأسبوع الماضي تكلمنا عن فوازير رمضان، ونستكمل معاكم اليوم حلقة الفوازير، فتابعونا وأحلى الذكريات. عبد الله بن حيدر وأحلى الذكريات. صالح شوارد أحلى الذكريات. سعود الدغمكي وأحلى الذكريات. سالم بهوان وأحلى الذكريات. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات. ولا يهمك، أنا حاضر مستعد حق كل شيء. هيك أبغى توصيل الذهب القدو بسرعة، ترى طريقي تو. طبعا أنتم مجهزين، الأكل بيكون، أعرف هاي الأشياء ما تفوتكم. صدق الله يخليك لهم، طبعا انت الخير والبركة. تنشغلوا بأمور البلاغة والنحو ولا تشتغلوا بأمور الحرب. تصدق يا الوالد، أما أنا بصراحة سعيد وفرحان كثير كثير كثير، عارف ليش؟ سأحكي لك عن قلعة شامخة نالها الترميم الآن، وأنت تحب القلاع. صدق عم قابش، كل هذه المعلومات عن الزيتون ولا ما كنت تعرف؟ يا بلورتي العزيزة، ودي نعمان لبلاد بعيدة ورجعي متى ما يريده. عن شيء شيء، يحب الماي لكن إذا شربه يموت. إيش هو؟ شي ما كان بكي ما بولاد، عندي بدنا سيرة الفلك وأنت مازحه. ترى أبو داود ما يحب المزاح. مشاهدينا قوم قوم يا بحر. أول فوازير أنا شاركت فيها هي مكبة الزمن، كانت من تأليف الأستاذ سيد منصور وأخرج الأخ الزميل عبد الله اليعقوبي. أعتقد أن هذه في سنة 82 أو 81. مكبة الزمن هذه عبارة عن فوازير مركبة تطير
وتحط في مكان معين وتلتقي بشخصية معينة، شخصية عالمية مثل شكسبير، مثل توماس أديسون، مثل بعض الشخصيات العمانية. وأنا من حسن حظي أني قمت بعدد كبير من الشخصيات العالمية مثل شكسبير وتوماس أديسون وما أتذكر الشخصيات الثانية اللي قمت بها. تعال تعال، هين صاير؟ هين متزقرت كذاك؟ هين صاير؟ صاير اشتغل شغل اليوم شغل. صاير تشتغل ولا صاير تلعب ورقة؟ لا 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 ما صاير العب، صاير اشتغل، موجود على شغل اليوم. هين يوسف هنا، قط علي ما حقنت بجيبه شيء. انا ما اتنقل منه الا واغراضي معي، وانا تراني بسوي لكم مشكلة. يا اخوي طول بالك طول بالك، فاضل بيجيب لك اغراضك. فاضل كيف اجيبه؟ شعره فلانة فيه؟ لكم كيف مخلي الكشة متفشة كما القنية؟ شوي تراها متعربك ابا، يا صبطها حرصي شطشه. انت مسوي لحل من هنا؟ اجيب اللحل هذه طيب على قصي على قص جزه بالنص. هذه الجزه ما يدخل بيت هذا الليمونه ما يدخل. يرى واحد من الاصدقاء والاصحاب هي جاي من البلاد اليوم وعاد حجاي باللي سوقه منا وعاد ما هي جاي سوقه يعني اخذ عنهم. لازم اعطيهم النص. قولي له ابو شكيب باكر الحساب ما كل يوم كساب. الحين يجي اخوش ويجي ويجي عمش هلكتونا هلك هلك العالمين. بس والله العظيم يضولها البيزة يضولها من حيث تكون. أقول شي شايف خلف تحيد بوصيتني علي تحيد مو هو الوستن هي يبتها يبتها جبتها جيبها جيبها ايه شوفها. لكن أقول شي صها مستعملة شوية يا قديمة مالان صاد عطيتني العشية ربية. كذا قال شايب خلف ها؟ إيه نعم كذا قال ورجال صوت خيب أغوازي. هي نعم استاف يا عاد قابك ذوباته. الوالدة ما يحتاج نزاعة ثو، أنا بسير وبتفاهم مع شايب خلف. عنذرك أنت تتفاهم ولا تسوي شيء؟ فضل أهلين عنيتم كيف حالك؟ كيف 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 حالك؟ الحمد لله بخير. طيب أما اسمك دهو الحلال تو جالسين نطريك عند الشايب. ده ده حصلت لي شغل؟ ما انا ما حصلنا لك بتشتغل عندنا بتصبح هنا. يلا 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 في برنامج لصالح اليونسيف. كان مشهد واحد وكان مشهد درامي بسيط وجميل، وبعدها كان أول مشهد درامي بحت اللي هو كان في فوازير شعر ديوان العرب الجزء الأول في 88 أعتقد، وكان أمام سعود الدرمكي في حلقة إيلي أبو ماضي، وكانت كان دوري بسيط جدا لا يتعدى يمكن 20 أو 30 ثانية وباللغة العربية الفصحى. كانت مشكلة بس الحمد لله بعدها تمرسنا على الموضوع. دانجو ساخن دانجو دانجو ساخن دانجو دانجو أخل بابا. إذا ليش أنت ما تزوجي؟ قول لي. اسمع أنت الكلام اسمع أنت. أنا أتزوجي وعندي حرمتين وتبغى تسوي المشاكل تأخذ الوحدة عسو وضرب نعي من البيت كل يوم. أبو يزيد زيد الثلاث وخلي الرابعة هي. باغي أعرف مين يتواصلين عليه؟ وما أنت تعرفين وأنا عارفة إن الزواج شرع ودين، لكن حسن الاختيار بعد ما أفكر وأدبر. مو بايت يا ولا مو؟ مو بايت توم سوينا. يلا يلا عطيني. مو في؟ كم تريد بمية؟ بخمسين. يا أخي خذ بمية. بخمسين أقول لك. أنت مالك بخيل كذا دوب بخمسين. هي إحنا. دوب. ما تقامتني. لا 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 هذا بخمسين. إيش تقول إيش تقول؟ أقول ما تدري من بيزورهم اليوم يخطبها. ما أعرف جديد. من الحلة. ما من بعيد. هي. تربى عندنا هنا في الحلة. يعني عايش هنا؟ اي نعم ويخدم كل اهل الحاره. وين اسمه وين بيشتغل؟ قول قول. عرفتي ايش صار لي في الحاره؟ لا والله ما عرفت ايش صار. وي صارت رفشه كبيره وصراخ تهديد. متى صار الشيء هذا وليش؟ تعرفين خلفان ابي عدنقه
ايه عارفة ايش في؟ كان جالس القهوة مع سحلوف وما ادري شنو قاله. قام سحلوف يصرخ بياع دنقو بيتزوج، بياع دنقو بيتزوج. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. هذه وقف قدامي فجأة ودعمنا ببعض يعني. لا بس الحمد لله. أنا ما كان عندي لفة. صاحب التاكسي كان قدامي وضرب بريك فضربت أنا. بس الحادث بريك ما فيها أي حاجة يا أخي. لا ما أتنازل يا أخي، أنا إنسان عندي أعمال وهذا عطلتني أنا ما أقدر أتعطل. أنت بعد يعني إحنا ما تعطلنا ولا كيف؟ لا أنا ما أقدر، أنا لازم تروح. كل واحد إيش رأيك يصلح سيارته؟ زين أوبا ما جاوبتنا. على إيش؟ على السؤال. إحنا شاء الله خلينا ناكل لقمتين ونتوكل على الله. لا تقول لقمتين، الله يعطيك صحة والعافية. شوي على الوالد عم تحسده. أوبا قل لي من وين جايب السمك هذا؟ أنت يعني جاي تاخذ مني معلومات؟ من قال لك؟ قال لي أخ ناصر. يعني بس في الحقيقة أنتوا إخوة وأصدقاء. الله يسلمك ويعزك. أهلا وسهلا. ما علينا، إيش تشرب؟ شاهي ولا قهوة ولا بارد؟ تفضل. والله أنا سمعت يقول إن الشاي هذا القهوة مشهور جدا. أذكر يعني من الصعوبات اللي كانت أذكر في عصفورة الأحلام كانت اللي هي بتقوم دور العصفورة، كنا نستناها في المدرسة لحد ما تخلص الامتحان ونجيبها يعني كنت أنا أعمل تصوير خارجي، ونشتغل نعمل من تقريبا من بعد الامتحان إلى وقت تقريبا الغروب. فهذه هي الصعوبة يعني الكبيرة اللي احنا بنعانيها، خاصة في الأوقات الضيقة، يعني اللي يكون ما عندنا وقت انه نحن يعني يكون يعني نبدع أكثر يعني، وهذه أنا أشوفها أكبر صعوبة. شوف ولا انت ما تشوف؟ ما دعم خلق الله؟ انا دعم خلق الله؟ ما قوات دعم الناس؟ سير الوالد سير يعني ما سير الوالد ولا دعم خلق الله ما قوات يا منو الناس تقتلوا؟ تقتل الناس؟ منو الناس ما تشوفوا؟ دارسين مستشفياتنا من بسكم حسد، بسكم حسد، خلوا الناس بحالها. مو قلت هذا ما حسد يا مالان، ما حسد، هذه حقيقة. الواحد ما يقدر يقول الحقيقة. كله منك، كله مني أنا. هتشوف في المكتب أنا جالس. المهم هتخليهم يطلعوا، على مود خليهم يطلعوا. خليهم يطلعوا. يلا خلي. بعد ضارب. ولا أقول لك. أنت سير من هنا، وأنا سير من هنا. فهم؟ يلا قدام يلا. قدامي. يا أخوي زي المطرح علي شنقي سالم. إني أساعده في القهوة. ومنها تعرف على الناس اللي يجوا القهوة. انت مالك يا سالم يا اخوي جالس تقاحدني؟ اسمع يا سليم، اصل الشاي من الهند، فهمت؟ وانا متاكد من كلامك. انت مالك تتقلقم وتهربت؟ مو تقول خبرني اخو زين. يوم جيت يا ام الحسن والدلال يا مكسر الاتحاد. مو يا سلام. خل عمي صغير وبس. طب وشوفنا ما يعرف حين صغير. قولي على البوز على قولي قولي على حقيقتي قولي له. ايه انا بعد صغير المحبوتي حبوتي كان ما تعرف ان انت شباب غلطانة. حاجب ما غلطانة ما عنده نظر. كانت تصير على سوالف شايب خلف ربعته عقب سوالفهم كثيرة. اقول لك انا باكر صار صلالة. يا الله يا يوسف ما عليش علي أهون عليك كذا بتشوي. معدول يا شايب خلفنا عمنا معدول. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات.
إذا تذكرون مشاهدين الكرام، من خلال الأعمال القديمة وخاصة في الفوازير، هناك كانت أعداد كبيرة من الفوازير كانت للصغار والكبار. أيضا قام القائمين على مثل هذه الأعمال عمل تشخيص لشخصيات بارزة، مثل الزي اللي أنا لابسة، ممكن أكون جني المصباح أو شخصية تاريخية، حتى تضفي شيء من الجماليات على العمل، وأيضا يكون فيها عنصر الإثارة والتشويق وحسن المتابعة. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات. البارودي وابن الرومي قيس وكميت والشابي، ما أعظمهم يا أحبابي، ما أعظمهم يا أحبابي. أحباب أماسينا أهلا، أحباب ليالينا أهلا. فعرسنا في هذه الليلة عربي الأصل كريم المحتد والجد. هنيئا لكم النصر الذي أحرزتموه يا مولاي. والله إني لآسي على ما كان يا أبا العشائر، وكنت أود أن أريق دما عربيا. كلنا يعرف هذا عنك يا مولاي، ولكن ولكن ماذا يا أبا العشائر؟ إذن فك أسره وادفع فديته للروم. لا، حتى فك أسر كل أسير مسلم، فليس ابن عمي أفضل من غيره، وكل أسير له نفس الحق عليه. ألم أقل لك إن قول الشعر لا يليق بأبناء الملوك؟ بلى، حدث هذا يا أبي. ومع ذلك لم تكف عن قوله. إذن فقد أمرك بقتلي وبأن أحبل إليه عينيك. مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. أعد القهوة يا فتى، وهيئ الحطب لنشعل النار. قاربت الشمس على المغيب، احضر الشعر. عمتم مساء أيها السادة. عمت مساء. مرحبا بك. أو بيد بن الأبرص الشاعر الفح؟ لا شاعر إلا شاعركم ومضيفكم. هكذا كانت ليالينا، شعرا ولهوا ولعبا. وبما كنت تريدني أن أشغل وقتي؟ ألم يقل لديك شيء جاد تعمله؟ سيدي سيدي، لقد هاجم بنو أسد أباك الملك وقتلوه غيلة. إذن فقد قتلوا ملكهم. أجل، وقبل أن يموت قال لي عقبة. لبيك يا مولاي. إني هالك لا محالة يا عقبة. لا تقول قيس ليلى، إن يكن في اسمه من قيس لفظ بعد أن. لا تقول قيس ليلى، إن يكن في اسمه من قيس لفظ بعد أن. قيل يا شاعر ادع عنك الغزل، فأبو أشعاره ساعده قيصر الروم وبالحرب انتقم. علقت أشعاره ساعده قيصر الروم وبالحرب انتقم. الأول شيء هذا اللي عملتها الفوازير ما كنا احنا كاتبينها، كان كاتبينها واحد كاتب عربي من الأردن على ما أعتقد. هي عبارة عن إيش يعني؟ هو الحوار صح، حتى اضطرينا بعض الأحيان أنا وفغرية نخلق حوار لهذا المسلم، والمخرج موقفنا كذا أمام الكاميرا يقول تحرك منه وتحرك منه، وبعدين أنا أعلق على المدينة، ينزلنا هو فيلم قصير عن هذه المدينة اللي كنا نتكلم عنها، بعدين أعلق بصوتي، يعني أشتغل مذيع حتى أعلق بصوتي كذا كذا، وما هي هذه المدينة؟ يعني ما كنت اللي كاتب، إن أنا مجرد تصور خلصناهم في 3 أيام، فثلاث أيام نشتغل من أول فجر نطلع آخر ليل،
استوت لي هنا دايره كذا مصبح اللي يشوفني بالليل يقول لي انت لابس نظاره سوداء في الظلام. هي ما نظاره هنا صاير اسود يعني خلال 3 ايام خلصوا الشغل يعني. هذه الانغام يا ريح الصبا ريح الصبا سكبتها الغيد في ورد الربا ورد الربا. هذه الانغام يا ريح الصبا ريح الصبا سكبتها الغيد في ورد الربا ورد الربا. الشعر لقى صف وبهاء شد وغناء. الشعر لواء عز وإباء بذل وعطاء. الشعر لقى صف وبهاء شد وغناء. الشعر لواء عز وإباء بذل وعطاء. دعونا نشاهد لقطات من حياة عنترة ونستمع إلى بعض أشعاره. اصمت اصمت. هل سمعك أحد سادات عبس لا خرسك؟ سادة عبس لا يتكلمون إلا بصدى وقع حسامي، فأنا بسيفي وسيفي بذراعي وذراعي بهمتي وهمتي بأخلاقي ومروءتي. سمعته يا ابنتي سمعته، وطالما سمعته يلهج بحبك ويهتف باسمك. وجعل بني عبس كلهم يتحدثون بخبري وخبره. متعك الله بالعافية يا عم. هل لا خرجت للناس؟ أريد يا عبد الله أن أرد على رسالة ابن القارع، وسأسمي رسالتي رسالة الغفران. هذا الشعر للشاعر الجاهلي الأعشى. أنا الأعشى. ربي متى أرحل عن هذه الدنيا فإني قد أطلت فيها المقام. لم أدري ما نجمي لكنه في النحس مذ كان جرى واستقام. الفوازير لما تيجي يعني في مثل الشعر ديوان العرب هذا شيء أنا استهويني حلو وذات قيمة ثقافية. لما أنت تتكلم عن الشعراء وتتكلم عن التاريخ العربي بشكل عام في الثقافة شيء جميل، لكن ما حبيت أدخل فوازير ثانية اللي هي مجرد تسلية أو سؤال، يعني الدراما في صوب والسؤال في صوب ثاني، لا فابتعدت عنها. الشعر ديوان العرب. مرحبا 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 ديوان العرب. مولاتي كفاك عبثا يا هند. كان بودي أن أقلب الفرح مأتما وأحيل العرس جنازة وأفجع جلال الدين في ابنته وابن أخته. والورد في أعلى الغصون كأنه ملك تحف به سرات جنوده، وانظر لنرجسه الشهي كأنه طرف تنبه بعد طول هجوده. الشعر ينبوع الحياة ويباع حينا بالنضار. يا شاعرا ترك الفرات مدح المماليك الكبار. الشعر ينبوع الحياة ويباع حينا بالنضار. والشعر فيه من اسمه لكأنه حلوى عمان. الصعوبة تكمن في يعني لما تمثل فوازير بالعربي الفصحى يطلب منك طبعا تركيز وحفظ، فهذا هو أصعب من الفوازير مثل الشايب خلف يعني باللهجة الدارجة اللهجة المحلية. الشعر ديوان العرب يعني بعض الممثلين كانوا يكتبوا لهم الشعر، لأنه المؤلف يجيب الحلقة اليوم مثلا تتصور في نفس اليوم،
فالممثل يعني بيحفظ الحوار واللي يحفظ الشعر، فقالوا انه خلاص يعني الشعر يكتب سبوره عشان تتسهل الامور للممثل. الصبر أساس الإيمان ويخلي الحياة كلها أمان. وانت يا بنتي ما بيصيبك إلا اللي كان بيكون نصيب. الحمد لله رب العالمين، الله يحميكي ويحمي والدي يا رب، آمين. وإيش ذنب بدور لما يكون أبوها فقير؟ بعدين لا تنسى أنه أخوك الصغير. أخوي الصغير لكنه فقير ودمير. يا أم بدور، الناس من النوم شبعانة وانتي للحين سهرانة وانتي مريضة وتعبانة. شفت في الشبة ثقب صغير وانت من الفقر للصيد تصير. سمكة صغيرة تحمل في بطنها جوهرة كبيرة. صح يا زيد، انها جوهرة كبيرة وبهية ونظيرة وبزينتها مستنيرة، هذه بتجيب لنا رزق الكثير والخير الوفير، وبدل ما نكون فقراء اغنياء بنصير. من وين لك هذه يا آدمي؟ إنها جوهرة خاتمي، من زمان أدور عليها وعندك أنت ألاقيها. تصدق يا ملك الزمان، فأنا أصلا إنسان ما سرقت الجوهرة. صدنا سمكة صغيرة وجدنا فيها جوهرة، لكن أبوك خطفها مني وبالقتل هددني، تركته في شانه وقلت الله يهديه. قدمت اللي هو فوازير العم بشير، واستخدمت فيها في المقدمة يعني تقريبا الأول مرة كان عملت فيها يعني بعض الخدع. كان المقدمة جميلة، وهذه يعني كانت تجربتي في الخدع السينمائية أو الخدع الفيديو يعني. يعني لو أذكرها يعني أنه كان ما كان في إمكانيات إنه الآن متوفرة. الآن كانت الإمكانيات يعني كل أشياء اللي تبغى تعملها بتعملها بسهولة، لكن السابق كان من الصعوبة إنك تعمل حاجة زي كذا، لأنه أنا قدمت فيها إنه شخصية العم بشير ينقسم إلى 5 أشخاص بملابس مختلفة بأداء مختلف، فكانت هذه الصعوبة التي يعني كانت تكمن في هذا العمل. وبرضو يعني بالإضافة إنه فوازير اللي هي كانت جحا وحماره كانت يعني تحمل ذاكرة يعني جميلة لا زالت راسخة في ذهني. يا أصدقائي مرحبا ويا مهلا، أهلا بكم أهلا بكم أولا. يا أصدقائي مرحبا ويا مهلا، أهلا بكم أهلا بكم أولا. وطيبين طيبين كل سنة، وعن انشغال وعن انشغال هذه مسألة تحتاج لشرح وتفصيل وكلام طويل. جحا وأفكار النيرة، جحا وأفكار النيرة، جحا وأفكار النيرة. قلت في نفسي يا جحا ليش ما تعيد أيام الشباب وزمان الصبا، بس بطريقة حديثة متطورة، أدور وألف الدنيا على حماري بعد ما حوله لطائرة. أصبروا واسمعوا، لا تضحكوا لا تسخروا. يا
أطفالنا يا حلوين انتوا والله علينا غاليين يا أصحابنا يا حلوين انتوا والله علينا غاليين بعد سلام ومساء الخير حان لقانا مع الفوازير انتوا معنا مدعوين سوف نزور عم بشير على أنت تبدون تأخير أنا اسمي عم بشير شبا وسن كبير سافرت بلاد كتير وصلت توا الحين هو اسمه عم بشير شيبا وسنه كبير سافر لبلاد كتير وصل توا الحين ابغى انصحهم بنصيحه ونصيحتي هذه من القران ايه والايه في سوره وفي القران مذكوره ايش هالايه وايش هالسوره راح اقول لكم ايش هالسوره ايش هالايه وايش هالسوره راح اقول لكم ايش هالسوره وانتوا عليكم بالقران هيا قل والناس معي الصبر طيب يا حلوين هيا قل والناس معي الصبر طيب يا حلوين هيا قل والناس معي الصبر طيب يا حلوين هيا قل الصبر طيب يا شاطرين هيا قل واحنا سمعين الصبر طيب يا حلوين أحلى الذكريات أحلى الذكريات أحلى 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 الذكريات أحلى الذكريات كانت في الماضي لأجمل فصل وبنقسم الحلقة أو البرنامج أو الفكرة مرة ثانية بنحاول نقسم برنامجنا وحلقة مرة ثانية مساء الخير كيف؟ طلعت بسرعة كأنك اليوم متأخر أمين أبداً أنت اللي صاحي بدري شوف الساعة كم جيت في الوقت المناسب خير حصلت لك مرجع يغني عن عشرات الكتب بهذه السرعة؟ لا لا أنت تستحق أن البحث يكون باسمك يا أمين ما لها الدرجة عاد معجم أسماء العرب أنا كنت منتظرتها من زمان إذا كنت صحيح بخير اثبت لي وقل لي ما هو هذا الاسم يعني جينا للفزورة قولي يا حنان الاسم الوحيد على حرف التاء في قائمة الذكور والإناث في معجم أسماء العرب لو عندنا منه الكثير فإننا سنكون بعد الجهد حققنا المنى لو عندنا منه الكثير فإننا يخرج يقول لي وصلي لين هنا وبعدين خرج قلت له انا زين خلاص بدينا نصور وصلت لي هناك وخرجت كذاك قدام الكاميرا يزعق علي من فوق انت وين رايح اقول له انت ما قلت لي خرج قال قلت لك خرج من هنا خرج من الباب ويعني مشهد اعتقد نفس الشيء ما ادري كنا نصور وكذا واشوف في الاستوديو ساعه مخلايه
لو القطة فوق الساعة يعني وجاهزة يعني مطلع عيونها خلاص وجاهزة. أنا لو قلت أي عديت أو حركة ولا شيء كانت بتقفز علي على طول يعني. أنا بطحت على الأرض والمخرج يصرخ علي إيش تسوي؟ قلت له اسكت أنت الحين مالك. فداريت كذا خلف شيء هناك ديكور أو حاجة كذا داريت وعملت كذا وقفزت وطلعت برا يعني. فتصور هذيك تخيل هذيك الساعة يعني الموقف رهيب يعني صراحة لكنه ظريف يعني. ألو بغيت من بنك المعرفة 93 على أمرك تفضل. جتنا مهمة جديدة من بنك المعرفة ولازم ننفذها اليوم. لا لا ما اليوم الحين وبأسرع وقت ممكن. يا الله اليوم جمعة يا ناس وهو اليوم الوحيد اللي أرتاح فيه من الدراسة والبحث. أماكن المساجد الأثرية مزدحمة خاصة يوم الجمعة في القاهرة يا دكتور فلاح. أنت خبرتهم بالموعد اللي لازم نسلم فيه المعلومات حتى يسووا حسابهم في فرق التوقيت؟ ترى هم توقيتهم أقل منا بساعتين. أعزائي متابعي بنك المعرفة أحييكم بالقرب من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة. من المعروف أن قلعة نزوة عبارة عن مبنى دائري كبير مبنية بالحجر والجص العماني، فكم قدما يبلغ ارتفاع قلعة نزوة؟ هذا اللي تشوفه على الطاولة نعم هو الزيتون العماني اللي احنا نعرفه. لا يا اخي ما هو هذا. سمعتوا يا جماعة الخير؟ زيتون يا اخي. لا ما هو هذا. ما اسم زيتون؟ زيتون احنا تقول هذا. هذا صغير طالع هذا اسود. لا 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 هذا الزيتون الصغير هو الزيتون الشائع والمعروف والأخوة الشاميين يعرفوا هذا الزيتون. هذا أما هذه الثمرة ها فهذا زيتوننا إحنا. بس هذا جوافة يا أخي ما زيتون. فعلا أخي العزيز هي هذا الجوافة بس إحنا نسميها الزيتون. صدق عم قابش كل هذه المعلومات عن الزيتون ولا ما كنت تعرف؟ يا سلام يا فريد أول مرة تعترف إنك ما تعرف. التمثيل ما مش مختلف لكنك أنت في الفوازير محكوم انك ما توصل معلومة ما حتى لو بنظرة من عينك يعني. وايضا محكوم انك توصل هذه المعلومة حتى ولو بنظرة من عينك. فهي عملية تحكم شوية. لكن لما تكون في الدراما هذه انت كذا تقول حر يعني. لا لا الاسئلة الفزورة طبعا. العمل الدرامي شاق جدا يعني احيانا يعطوك شخصية مركبة طبعا. مثل الشخصية اللي قمت بها انا شايب الاسلوب. طبعا اصعب الدراما اصعب. ممكن المتعب الشيء اللي في الفوازير يعني دائما تعمل قبل رمضان بشهر. اما شيء ثاني مش متعب. تخدوره من التخاتير تخدوره من التخاتير تريد تركيز فحم كبير تريد تركيز وفحم كبير اللي يعرف او يفهم حرمة مرت على جماعة قالت لهم يا ناس لا تمنوا على العاقل ولا تغنوبه. ها أمي جابت أمه وزوجي أخو عمه يا ترى إيش يصير لها الولاد؟ أنا عن نفسي صراحة عرف الباقي عليكم أنتو ودمتوا سالمين. عن شي شي شجرو شجرة أول القيض بيضة وثاني القيض خضرة وثالث القيض حمرة أو صفرة ورابع القيض سودة. سبحان الله إيش هي؟ عن شي شي إذا قلت اسمه مرتين جوالك لسانك وإذا قلت اسمه مرة يا أسعد أيامك.
إيش هو؟ ثلاثة حق بيت الله، واحد شاف وداس وطاف والحمد لله، وواحد شاف وما داس بس طاف، وواحد ما شاف ولا داس لكنه طاف. ايش هو يا ناس الله؟ تخدوره من التخاتير، تخدوره من التخاتير، تركيز فحم كبير، تريد تركيز وفحم كبير، اللي يعرف او يفهم يرسل بلا تاخير، واللي يعرف او يفهم يرسل بلا تاخير. احلى الذكريات، أحلى ذكريات. احكي لنا باقي الحكاية يا نواسي. دعني أبحث عن طائر لأرميه بهذا الحجر يا بنتي. كيف يا أندي؟ ألم يعلمنا الإسلام ألا نؤذي الطيور؟ سامحاني، فأنا حديث العهد بهذا الدين، أخذته من تاجر طيب من أهل عمان. لا عليك يا أندي، لا عليك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ماذا ترى يا أندي؟ سفينة كبيرة. هل هناك شيء آخر يجذب انتباهك؟ ألطف بنا يا رب. هذا كماج النحال مستغرق في عمله في البحث عن خلايا النحل. كما قلنا حال يأتيكم في الحال، يسعى للعمل في جمال عسلي. هل يمكن أن نجد لنا أصدقاء هنا؟ بالتأكيد، ولن نستطيع الحياة بغير أصدقاء. أنا القائد، أنا الآمر الناهي، أنا فاسكو دي جاما، أنا فاسكو دي جاما، أنا فاسكو دي جاما، أنا فاسكو. هل أنكر أحد أنك فاسكو دي جاما؟ أم تظنني نسيت اسمك؟ يسعدني أن يدوم الود وتصفو القلوب. أنا أعرف أني مثل الحصان، ومع ذلك أفهم شيئا واحدا، هو أحمد بن ماجد أعظم ربان. أين كنكن؟ أمسك به أهله فزوجوه، والزوجة تزيد ارتباط الإنسان بالوطن. عجيب، أين المحتفى به؟ أين القائد الربان أحمد بن ماجد؟ ما شاء الله، إنه قطعة مني، سأعلمه كل فنون البحر وسأهدي إليه كتاب الفوائد. هنا بجنوب مقديشو، هنا بشمال مالندي، هنا بحر بأفريقيا، هنا ريح من الهند، وقطعان بلا عدد بهذا الشاطئ الأخضر، وأكوام من العاج، وأطنان من العنبر، وأطنان من العنبر، وأطنان من العنبر. الفوازير الثانية أنا كاتبينها، اللي هي عن فوازير، لا ما خلوها فوازير أطفال، هي عن مستوى التراث في البلد، يعني سميتها الشوامخ، يعني سويتها الشوامخ، وتتكلم عن القلاع والحصون في جميع أرجاء البلد، حتى الآثار والمدن القديمة وكذا يعني، فعملتها فكانت لقت صدى يعني من الناس. المفروض هذه فزورة، أنا عمنت يعني عمنت أيضا فزورة، عاملينها كاتب أحد من الأخوة أشرف توفيق، هاي كذا يعني مش حارف مسرور وبدور وكذا، وبعدين المفروض أيوة لا يعني تعمل فزورة، ما هي بخلي في بالك بالأساس أنها فزورة وتبني الدراما على هذا الأساس يعني، أما أنك تكتب لي دراما بنفسها بعدين تجي تحشر لي الفزورة كذا في الوسط أو في الأخير أو في المقدمة، تطلع من جوجل يحس المشاهد أن هذا يعني مدخل السؤال أنت يعني بالغصب كذا يعني ما لها علاقة. المفروض لا، من على هذا الأساس تكون الدراما مبنية على أساس أنها فزورة يعني، تبني الأحداث وتبني أو الحوار أو الإيحاء يكون من هذا من خلال هذا المنطلق. المفروض كذا تكون حتى لو كانت الدراما يعني. أحكي لكم الحكاية من أولها إلى آخرها.
أنا قرأت أول سطر. ملكة مشهورة بجمالها وقوتها. فقلت أنا وكتبت اسمي. ولما قرأت السطر الثاني كانت تعبد الشمس، فقلت أستغفر الله لست أنا، وشطبت اسمي وانتهى الأمر. لا، البنت أصبحت عفريتة. الأستاذ تجنن منها، في البروفات تريد أن تقوم بكل الأدوار ولا تكف عن الغناء. صحيح. ماذا أفعل؟ شخصية واحدة فقط هو صاحب الفكرة وأول من آمن بها، ثم أنه تحمل كثيرا لأنه كان يعمل في بلاط الملك دقيانوس. اسمه دقيانوس؟ نعم. أما بطلنا فاسمه يمليخة، وأصحابه طبعا. وهل هي أسطورة أيضا؟ أبدا أبدا، حقيقة، وقد وردت في القرآن الكريم. وماذا تنتظر؟ أرسل من يحضرهم مكبلين بالحديد. ولا يمكن لإنسان عاقل أن يعبد الأصنام ويترك عبادة الله ودين الحق. هكذا؟ ألا تعرف ما ينتظرك؟ في سبيل الله يهون كل شيء، لنا الله يفعل ما يريد. وحدد الملك موعد إعدامهم في صباح الغد. كيف هربوا أيها القرد اللعين؟ مولاي اخلص، لقد اجتمع الآلاف في الساحة ليشهدوا مصرع هؤلاء العصاة، وكيف تنتقم الآلهة ممن يكفر بها ويعصى أمرها؟ تقسم بالله؟ أتؤمنون بالله؟ الحمد لله، كل أفسوس تؤمن بالله الواحد لا إله غيره. ماذا قلت؟ لقد هربنا من هذه المدينة أمس، فررنا من حكم الإعدام لأننا رفضنا عبادة الأصنام. ما رأيكم؟ دام فضلكم. ما رأيكم؟ دام فضلكم. هل عرفت؟ هل عرفت؟ هل عرفت؟ هل عرفت؟ هل عرفت؟ أنا عرفت قبلكم. هل عرفت؟ أنا عرفت قبلكم. يعني عملت مع كثير من الممثلين، ولكن يعني صالح زعل يعني من الشخصيات التي لا تنسى، لأنه صراحة يعني عملت معه وكان يعني رجل ذو خبرة جدا ممتازة، ورجل صبور يتحمل، يعني دائما يعني يحاول أن يقدم الجديد ويقدم يعني رغم صعوبة العمل. يعني أنا أذكر في مع كثير تعاملت مع كثير من الأعمال، ولكن يعني صراحة شخصية اعتز فيها في الفوازير يعني عملت معها. أحلى الذكريات، أحلى أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات. يا سلام والله زينة، يا سلام والله زينة، يا سلام والله زينة. يا عمي يا شيخة، أنا سلمان، وأنا نعمان، منافس لسلمان، جينا نخطب بنتك ميان، متقدم لها الحين كثير من العرسان، جملة من الفرسان، نعرف قدرها زين يا عمي يا شيخان، اطلب وقول شروطك أمرك يا ابو ميان. ميان تريد كل يوم من بلد فستان، ميان تريد كل يوم من بلد فستان، فستان حلو مزركش وبكل الألوان، هذا مهر بنتي تسمع يا سلمان. ابقوا معنا لتشاهدوا أحداثا لطيفة وابتسامات خفيفة.
آخر شيء كنت أتخيله إن خياط من بلد بعيدة يجيب لي فستان. معلم خصيبة أبو كرش، شو هاي أبو كرش هيدي؟ هاي تتسلى من هاون بيت بآخر الشارع. من هاون؟ من هاون؟ طيب وقفت إلا شو؟ أحسن لك تصير غير أن معلم غيره. من هيدي؟ سمع بيت أبو كشة. من هاي؟ أبو شناب وكشة. من هاو؟ من هاو؟ من هاو شرقة. تلا وقفت إلا خير. إيش عندكم بالضبط؟ أنت عارفة ليش نحن جايين بالضبط؟ إذا كان عن نعمان فأنا آسفة، ما عندي أي شيء لكم. أنا بعرفكم الآن من هو نعمان اللي واقف قدامكم. يا صوت الأغاني، ارفع جلجلان عالي. لا 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 يا لا يا نعمان لا لا. شاهدت ظلا لأسد كبير عملاق و بسم الله الرحمن الرحيم. نعمان؟ ايه نعمان، نعمان اللي ترفضيني يا ميان. انت كيف دخلت هنا؟ ازياء ازياء ازياء، عندنا احلى الازياء، بنقدمها كل يوم من مختلف الانحاء. فكر واحمر سلمان، انتي لبي طلب ميان، انا اللي بفوز بيها. أصدقائي يخلوا التراب مرجان، يخلوا التراب مرجان. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات. يا سلام والله زينة، يا سلام والله زينة، يا سلام والله زينة. يلا زكية يلا بسرعة خرجينا، حرس مرهون حرس جاية جاية جاية. وهو مو هالدلع هذا، ما هالدلع هالجهاز. سرينا يلا سرينا بسرعة، سرينا سرينا يلا مشينا. نزور البلدين، يلا شايفين نزور البلدين. انت ليش كلها تعاند؟ ليش تبي تروح الطريق المعاكس؟ انا اقول لك من هذا الاتجاه. زيتو انت مالش معصبه، انا بس باغي اروح اشوف يوسف وش قصه وشغله. اشوف تحت فمك شويه، وين ضرسك اللي يوقعك؟ بس 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 شيء بسيط، هذا بسيط الوالد. تروم تخلعه يا ولدي؟ طبعا اروم. عندك خلاعه؟ هاي خلاعه. خلاع على هذا الكلاب ويقلعوبه. يا جدي توه أبوي وين؟ الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكر أحلى 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 الذكريات. على فكرة حلقتنا انتهت، فمان الله.
شكل اللحية اليوم لازقة عدل. هذه هي مشاهدينا اللقطات الحاسمة. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى.